وبركاته، معكم الطالبة أسماء عبد الرقيب صالح من الصف الرابع فرقة 4. اليوم سأقرأ لكم آية قرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأن يكن كاذبا فعليه كذبه وأن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب. يقوم لكم الملك واليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. صدق الله العظيم.